ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ انا زينب، ودي الحلقة الاولى من البودكاست اللي انا قررت ابدأه، وان شاء الله تكون fun experience. انا بس حبيت اجرب حاجة جديدة واتكلم كده يعني عن اي مواضيع تجي في بالي وبس، ويا رب يعجبكم. ويلا نبدأ. الموضوع اللي انا بتكلم عنه النهاردة هو موضوع ليه علاقة بالجول سيتنج والفيجن اللي بتكون عندنا بخصوص المستقبل، خصوصا في الفترة العمرية اللي هي بنكون فيها بنتحول من مجرد students لناس بتحاول انها تخطط للسكيلز بتاعتها، للكارير اوبشنز المتاحة، للمجالات المختلفة اللي ممكن يبنوا حياتهم حرفيا عليها. فعشان كده موضوع الجول سيتنج او الفيجن اللي بتكون عندنا تجاه حياتنا من المواضيع المهمة جدا، اللي هي اصلا ممكن تسبب overthinking او توتر او قلق او حزن، او تخلينا اصلا ان احنا عندنا كسل او عدم motivation ان احنا نكمل في اي حاجة احنا بدأناها. فعلشان كده حابة ان انا ابدأ بالموضوع ده. تمام، فيلا بينا نبدأ. من اول الحاجات اللي انا حابة ابدأ عنها كانت حاجة مشهورة جدا او حاجة معروفة جدا، هي اللي اسمها fear of missing out. ال fear of missing out هي حاجة عادية معروفة من زمان، وانا عارفها من زمان، اللي هو ان انت بتعمل حاجه لمجرد ان الناس اللي حواليك بتعملها ومش عايز انها تفوتك، او ان انت لما بتعملش حاجه بتحس ان هي فاتتك بسبب ان معظم او بيهيئ لك ان معظم الناس او كل الناس بيعملوها، وانت الوحيد اللي ليفت اوت، او الحد الوحيد اللي بيعمل ميسنج اوت الحاجه دي بتفوته. تمام، فبالتالي بنملى وقتنا وبنملى تفكيرنا وبنملى يعني بنضيع طاقتنا على حاجات كانت من الاول ما تستحقش، وده مش بنستوعبه في لحظتها، لان انا بنفسي كنت اوريدي يعني عارفه ايه هو الفير اوف ميسنج اوت وعارفه هو بيعمل ايه وكده، ولكن لما انا تعرضت له كان صعب جدا ان انا احدده او اصنف الفتره اللي انا فيها بانها ديت كانت فير اوف ميسنج اوت. معظمنا لما بيتحط في الموضوع ده بيفكر ان هو لا، هو كده مثلا مش بيأدي بشكل كويس، او هو كده مثلا بيحس باحساس بالفشل او احساس بالتقصير، ان هو لازم يعمل اكتر من كده، او يحس ان هو لا، هو بس مجرد عنده ديبريشن ولا متضايق ولا ايا كان. ولكن في الحقيقه هو بس احساس الايه الفير اوف ميسنج اوت هو اللي بيكون بيسبب التوتر ده كله. يعني مثلا ممكن تلاقي هدف عند الناس كلها، او حاجه كلها الناس كلها بتتكلم عليها، بروجكت معين، معرفش ايه، حاجه سفريه ايا كان، وتحس ان انت محتاج جدا جدا، عندك urgency، يعني فعلا عندك الارج ان انت عايز تروحها، او حاسس بتهديد انك انت مش هتروحها او ايا كان. احساس الارجنسي ده يعتبر من اول الحاجات اللي بتدتكت ان انت في حاجه unhealthy. وفعلا الفير اوف ميسنج اوت ده من اكتر الحاجات unhealthy، لانها حاجه فعلا مش ستيبل. مشاعرك وافكارك واهدافك بتكون وقتها مش ستيبل، فده السبب انك بتحس باحساس مش كويس وهكذا، مش مجرد بس ان انت متضايق او ان انت مثلا not good enough ولا مثلا مش بتشتغل بشكل كويس او ايا كان. لا، هو فعلا السبب ان انت حاطط جهدك وافكارك وحاجتك على وطموحاتك وكده على حاجة يعني هي لا تستحق كده، او هي اصلا مش بتاعتك. فذاتس واي في اللحظات اللي زي كده اول حاجة لازم نعرف، هل انا بعمل الحاجة دي بهدف ان انا ارضي نفسي، وهل ده بيالاين او ماشي مع الخطة اللي انا حطيتها لنفسي، مع الفيجن اللي انا حطيتها لنفسي ولا لا؟ تمام، ولا انا عامل كده بس علشان حاسس ان في بريشر جاية من بره، حاسس ان انا هتضيع علي الفرصة لو انا ما عملتش كده، حاسس ان انا محتاج الحاجة ديت علشان اسرفايف، او ان انا اكمل، او ان انا من غيرها هفشل او كده. اي حاجة فيها حاجة من احساس من الاحساسات ديت، اللي هي احساس تحس ان هو في urgency، احساس اللي هو مش من الاحساسات اللي احنا بنحسها في ايامنا العادية اللي هو احساس الاستابيليتي وكده، لا، لما تلاقي ان حاجة بتهدد الاستابيليتي وهكذا فعرف انها حاجة unhealthy. تمام، وزي ما قلت بنسأل نفسنا في الموقف اللي زي كده، هل انا بعمل كده لارضاء نفسي ولا لارضاء الاخرين؟ ده اول حاجة. تاني حاجة، هل الهدف دوت تبع الفيجن اللي انا عاملها لنفسي من قبل كده؟ هل تبع البيربس؟ هل اصلا دي بيربس ولا لا، ولا بس مجرد حاجه فيها او ليها يعني بوبولاريتي مع الناس، او الناس كلها بتروح ناحيتها، او بيهيئ ليك ان كل الناس بتعملها ما عدا انت، فانت بتعملها لهذا السبب وبس. ده الحاجه اللي يعني اللي بتساعد ان احنا نعرف هل ده fear of missing out ولا لا. تمام، وبصراحه مش مهم قوي ان احنا نعرف ده fear of missing out ولا لا، المهم هو السؤالين اللي احنا سالناهم، وهو موضوع هل اللي انا بعمله كل حاجه انا بعملها ببيربس ولا لا، هل انا بعملها بهدف ولا لا، هل الحاجه دي بتؤدي لحاجه تانية ولا لا، يعني ايه الهدف من وراها. فده بنعمله ازاي؟ شخصيا انا بعمله عن طريق الاوفر ثينكينج.
على الرغم ان في ناس كتير بتقول ان الاوفر ثينكينج حاجه سلبيه وحاجه مش كويسه وحاجه كده، لكن انا يعني من وجهه نظري انا يعني بحب اشوف الاوفر ثينكينج على اساس ان هو تخطيط للمستقبل. هو ممكن ما يكونش اوفر ثينكينج، هو بس اوفر ثينكينج او يعني تفكير زياده عن اللزوم في حتت معينه، او مثلا ان انا بقضي وقت بدرس الاحتمالات علشان ما بقاش كده شغال وفقا للموقف، لا بيكون عندي خطه من قبل كده. او يعني عموما موضوع ان يكون في خطه دوت برضو بيؤدي لديسابوينتمنتس، فانا بس بيكون عندي بيس لاين او حاجه اساسيه برجع لها وبادجست الحاجات الجديده عليها وبعمل ادابتيشن للحاجات الجديده عليها وهكذا. تمام. طيب الحاجه ديت بقى بنحددها على اساس ايه؟ زي ما قلت من شويه اللي احنا بنحددها على اساس الفيجن بتاعتنا. انا شايف نفسي فين، انا السيلف ايمج بتاعتي مين، انا برتاح مع ايه، انا مش برتاح مع ايه، هكذا. وده بنعرفه عن طريق ان احنا بنكون سيلف اوير او بنكون عارفين نفسنا وعارفين ايه اللي بنرتاح فيه وايه اللي ما بنرتاحش فيه وهكذا. تمام. وفي برضو ثيوري كده عجبتني جدا في السايكولوجي، عجباني جدا، اديلي كذا فتره حباها ولقيتها انها فعلا بتطبق على اهدافنا وعلى حياتنا وعلى وجهه نظرنا اصلا للحياه، وهو اسمه الهيراركي اوف نيدز او البيراميد اوف نيدز، اللي هو النيدز من تحت من اول السايكولوجيكال نيدز لحد فوق خالص لما بقى في سيلف استيم نيدز، في نيدز بتاع تحقيق الذات او السيلف استابليشمنت، انا مش فاكراهم بالظبط، ولكن النيدز دي بجد او الثيوري بتاعت النيدز دي بتوضح بشكل كبير جدا جدا انت مين وايه الحاجه اللي انت عايزها وايه الهدف اللي انت رايح له وهكذا. بدون ما اطول عليكم، يعني هو الهيراركي اوف نيدز ده بيبدا بان احنا بنبدا اول حاجه السايكولوجيكال نيدز، فلما السايكولوجيكال نيدز ده بالطبيعه يعني بالسايكولوجي لان دي ثيوري في السايكولوجي تبقى استابليشد، فبنشوف بقى بعدها للبلونجنج نيدز، بعد كده السيفتي نيدز، بعد كده هكذا، كل مره بنعلى في الايه في النيدز اللي احنا عايزينها لحد ما نوصل للهدف الاسمى اللي هو تقريبا احساس الفولفيلمنت يعني، او احساس الانجاز او احساس التقدير وهكذا. وبعد ما نشوف موضوع النيد دوت ممكن اعمل اتاتشمنت للينك ليه في الديسكريبشن او ايا كان، يعني ساعتها بحدد هل انا حققت النيدز دي كلها ولا لا، وبالتالي بحدد هل انا محتاج اجري ورا كل حاجه بتظهر قدامي ولا لا، هل الحاجات دي اصلا تستحق تفكيري، هل الحاجات دي تستحق طاقتي، ولا انا لازم احد اوجه طاقتي لان انا اروح للليفل الاعلى. مثلا مثال يعني هبدا لكم من اول تو ستيبس، مثلا يعني اول تو ليفلز في نيدز، مثلا هل انا اللي هي اول حاجه السايكولوجيك الفسيولوجيكال نيدز اللي هي مثلا الاكل والشرب وتقريبا شيلتر او حاجه زي كده، بيت او حاجه زي كده، خلاص دي الحاجة دي متحققة عندي، فأنا هطلع للستيب اللي فوقيها. فهل أنا لو أنا أوريدي عندي الحاجات دي متحققة أو محقق كذا ليفل، ينفع إن أنا أرجع تاني وأضيع طاقتي على الليفل الأولاني اللي هو أصلا لسه، أو قصدي اللي هو أصلا أوريدي متحقق؟ ده هيكون تضييع للوقت، وهتحس إن هو فعلا تضييع للبوتنشال بتاعتك. ودي الحاجة اللي أنا ما أدركتهاش بدري شوية. ليه؟ لأن أنا بشكل شخصي يعني انتقلت من مايند سيت كنت عايشه فيها الوقت كتير جدا والسنين كتير جدا، وهي المايند سيت بتاعت الاستابيليتي، بتاعت الجراتيتيود، بتاعت ان انا ابقى جريتفول للحياه، ان نوعا ما بشتغل بطريقه فيها سلام او بذاكر بطريقه فيها سلام او ايا كان، بحقق هدفي بطريقه فيها سلام وهدوء، وبالتالي بدون ما احس ان انا محتاجه الحاجه او ان انا بحارب على الحاجه، الحاجه عادي بتجيلي، او يعني بشتغل عليها بدون ما ابقى مشتته بالحاجات الاخرى. دي كانت مايند سيت عندي الوقت طويل ماشي. فبعد كده لما حصل شيفتنج او البيئه اللي حواليا اتغيرت او السيتنجز اللي حواليا اتغيرت، حاولت اطبق نفس المايند سيت، بس حصل لي شويه لخبطه بسبب الفير اوف ميسنج اوت، بسبب برضو ان انا ما كنتش محدده البرايورتيز بتاعتي، ما كنتش محدده النيدز بتاعتي. ازاي؟ لقيت ان بعد فتره ما دخلت الانفايرمنت الجديده، لقيت ان الناس اوريدي دخلت في كومبيتيشن تانيه او بيكمبيت على حاجه انا اصلا مش واخده بالي منها، يعني انا اصلا مش حطاها في دماغي ولا حطاها في اعتباراتي، وعادي حياتي سعيده جدا من غيرها. ولكن لما فقدت الايدنتيتي بتاعتي او فقدت مثلا اتشتت يعني بسبب الانفايرمنت الجديده وكده، اتلخبطت في الهدف بتاعي، يعني ما كنتش عارفه بالظبط ايه هو الهدف بتاعي، فلقيت ان الناس كلها بتجري ورا هدف معين. فا اوكي انا قلت تمام هدخل معاهم في الكومبيتيشن، بس للاسف هما كانوا بادئين الكومبيتيشن من قبلي، فهم كده كده اوريدي سابقيني، هما كده كده اوريدي يعني مكرسين حياتهم كلها ليها، او هي اوريدي نيد ليهم ماشي، حاجه هم محتاجين يحققوها عشان يطلعوا خطوه على السلم.
والسلم اللي انا بتكلم عنه اللي هو بتاع ال hierarchy of needs اللي انا هعمل لكم تقريبا لينك ليه او حاجه زي كده. تمام، فهم كده هم في مكان او هم في حاله ان هم بيعملوا ايه fulfillment للنيد ديت، فهم بيعملوا قصارى جهدهم، بينما انا اوريدي النيد دي متحققه عندي من فتره زمان، من زمان. فعلشان كده هي ما كانتش اول حاجه جايه في بالي لما اتحطيت في السيتنج المعينه. للاسف بسبب الفير اوف ميسنج اوت، بسبب عدم تحديد الاولويات، بسبب عدم تحديد النيدز بتاعتي، او عدم ان انا ابص انا في انهي مرحله من المراحل دي، اضطريت ان انا انزل خطوتين تحت او 3 خطوات تحت واحاول ان انا اكمبيت معاهم. طب تمام، وطبعا كانت النتيجه ان انا ما فزتش في الكومبيتيشن. انا مش بتكلم عن كومبيتيشن يعني مسابقه، لا انا بتكلم عن كومبيتيشن ككومبيتيشن يعني كميتافور يعني. فبالتالي حسيت بايه؟ حسيت باحساس اللي هو الحزن، او باحساس التقصير، او باحساس الندم، او ايا كان الاحساس السلبي دوت، بسبب ان هو ده ما كانش الهدف اصلا اللي انا بسعى له. فذاتس واي يعني تقريبا. فحاليا في الفتره دي انا بشتغل على ايه؟ بشتغل على ان انا اعمل unlearning لكل الكلام ده كله، واحاول اديفاين من اول وجديد ايه هي النيدز بتاعتي. ان انا ما اديش الحاجه اللي ما تستحقش مجهودي، ما اديهاش مجهودي. تمام، ان انا في هاير فاليوز وفي حاجات تانية المفروض لسه تتحقق في التوب بتاع يعني في الحته العاليه من البيراميد، انا المفروض اسعى لها، المفروض ما ابصش للور. اقول لكم مثال بسيط جدا، يعني مثلا هو في الهيراركي ده او في البيراميد ده بيبقى من تحت خالص مثلا اللي هو الفود والشلتر وكده، اللي هو ناس مثلا بتشتغل وبتتعب جدا 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 علشان بس تجيب مجرد اكل، مجرد الاكل اللي هتعيش بيه اليوم عشان تاني يوم تعيش وتشتغل تاني عشان تجيب الاكل. الاستيبل اوف ايه مش عارفه ايه، الاستيبل اوف ايه ان انت تحس بالبلونجنج، الاستيبل اوف ايه ان انت تحس بالسيفتي. تمام، فانت اوريدي عديت كل الحاجات ديت، هل ينفع ان انت ترجع تاني وانت اوريدي النيد بتاعت اللي هي مثلا افترض مثلا ان انت عند اللي هو السيلف استيم نيدز؟ تمام، انت اوريدي بتحقق السيلف استيم نيدز بتاعتك دلوقتي، وايا كان الحاجه اللي هترفع من السيلف استيم بتاعك والبوزيشن بتاعك في المجتمع او ايا كان، ده برضو احتياج من احتياج الانسان البشري يعني اكوردنج للثيوري يعني. فهل ينفع انسان في البوزيشن العالي دوت ان يرجع تاني في وسط ما هو في البوزيشن العالي، انه يلاقي ان هو الناس كلها بتتعب جدا جدا او يعني بيبذلوا مجهود كبير جدا جدا علشان، فلنفترض يعني دي مثال ان هم مثلا بيبنوا حيطه او بيعملوا حاجه فيها مجهود كبير جدا جدا علشان بس مجرد ان هم يجيبوا الوجبه بتاعتهم او اللي هي البيسك بيسك نيد. انا مش قصدي على بني ادمين حقيقيين ولا شغلانات حقيقيه، انا قصدي فكره النيد، ترتيب النيدز يعني او مستويات يعني. فلما يجي الشخص من المستوى الرابع او المستوى الخامس من الهرم او من النيدز دوت ويروح يفايت فور ذا فيرست نيد او الفيرست او السكند نيد، هيلاقي نفسه ان هو مش بيبذل مجهود زي الناس التانيين. ليه؟ لان الناس التانيين دول يعني هم لازم يعملوا كده، they have to يعني they have to do this. علشان دي يعني ديت اصلا حياتهم بتدبند عليها، هم السرفايفل بتاعهم عليها، فانت هتلاقي الطاقه بتاعتك مش زي الطاقه بتاعتهم and so on. فاهمين قصدي؟ المهم دي كانت النقطه اللي انا استوعبت فيها الموضوع ده، ان في ناس بتكون متلهفه على حاجات وانت بتحس ان انت لا انا لازم اعمل الحاجه ديت وان انا محتاجه اعمل الحاجه ديت، ولكن انا فعلا لما انا جيت اجرب اعملها حسيت ان انا الاستابيليتي بتاعتي مش مظبوط يعني مش كويسه، حاسه ان انا متضايقه جدا، حاسه ان انا بالتقصير، حاسه ان هو انا مش ما تمش تقديري بشكل كويس، جهودي ما تم يعني ما تمش تقديرها. ليه؟ لان انا بشتغل في الليفل الغلط، المفروض اشتغل على الليفل الاعلى من كده اللي هو هيسبب لي الجروث الحقيقي، اللي هو هيسبب لي الديفلوبمنت الحقيقي. بالعكس بقى لو انا رجعت لورا ده بيعمل لي ريجريشن سواء منتلي سواء ايكولوجيكلي او ايا كان. تمام، واكتشفت برضو ان الحاجات دي كانتش تستحق مجهودي وهكذا يعني. فلو عندي مجهود يا اما اسيفت فور ماي سيلف واسيفت فور ماي منتال هيلث، يا اما ان انا اشتغل حاجه تانية لقدام بدون ما يكون في بريشر من بره. وبالتالي لما عملت ان ليرنينج للحاجات دي وبعد ما كنت حاسه بالتقصير لمده طويله جدا، لقيت فعلا ان انا لما يعني عملت ديفايننج للباوندريز، ديفايننج للحاجات اللي انا محتاجه ادخلها، الحاجات اللي انا محتاجه اشتغل عليها، الحاجات اللي انا محتاجه ان انا ابطلها، لقيت ان الموضوع بقى اسهل بكتير. وبدات خطوه بخطوه يعني، لسه برضو ما وصلتش كومبليتلي يعني، بس خطوه بخطوه بدات ارجع للستيت اللي انا كنت فيها من قبل كده اللي هي الاستابيليتي، اللي هي بقى بشتغل بطريقه ستيدي towards my goals. تمام، او ان انا بشتغل بطريقه مطمئنه يعني وبطريقه كويسه وعارفه ان المكتوب هيحصل وهكذا.
تمام، احنا كده خلصنا اول جزء يعني بتاع ال fear of missing out وال needs، وان احنا نعمل defining لل boundaries بتاعتنا ولل level بتاعنا، وهل اصلا الحاجة دي تستحق ان انا اكمبيت فيها اصلا ولا لا. لان اوقات فعلا واوقات كتير جدا بيكون ان انت تسيب الكومبيتيشن اصلا انتصار ليك بشكل كبير. اللي هو في مثل كده كان بيتحط زمان، او مش عارفه ميم ولا كان ايه، حكمه تقريبا، اللي هو لما تقريبا كان في سباق بتاع كلاب، وكان في تقريبا نمر او حاجه كده، فالنمر كان ما يعني ما تعبش نفسه من الاخر يعني، عشان هو كده كده عارف ان هو هيسبق الكلاب او حاجه زي كده، وات ايفر يعني. اللي بعده الجزء التاني اللي انا حابه اتكلم عنه هو الجزء بتاع الامتنان، وان انا اعمل ريفلكتنج على الحاجات اللي عديت بيها، وان انا اتعلم من الدروس اللي عدت عليا. تمام، اول حاجه واهم حاجه هو الانسان يكون عنده resilience و growth mindset، اللي هو اعتمادا على اللي احنا قلناه من قبل كده، واعتمادا على اي حاجه احنا عرفناها في حياتنا، يعني اللي هو لازم الانسان على قد ما يقدر يعني يشتغل على نفسه، ما يسيبش نفسه ان هو مثلا يفقد الامل او ايا كان. لا، اوقات كتير جدا بتيجي علينا ايام اللي هو لا انا مش قادره اكمل، الوقت ده صعب جدا عليا، لا مش عايزه اكمل اصلا في المجال ده. وفعلا لو مثلا حاجات بسيطه جدا يعني، مش مجال دراسه ولا كده، حاجات مثلا كورسز، اكتيفيتي حد يعني، او مثلا رياضه او ايا كان حد بداها، بيحس ان هو اوقات مش قادر يكمل فيها وفعلا بيسيبها او كده يعني. وده طبيعي جدا وعادي جدا. ليه؟ لان ده بيكون بس بسبب سببين يعني، بسبب حاجتين. اول حاجه يا اما ان الحاجه دي فعلا مش مناسبه يعني، وساعتها بنحتاج نعمل ريدايركتنج، وان احنا نشوف حاجه جديده ونكتشف حاجه جديده. وفي وقت برضو بنكون ان احنا ما عندناش وقت، وان احنا خلاص فعلا حصل لنا بيرن اوت ومش قادرين نكمل، فبنحتاج ان احنا ناخد بريك ونفصل وهكذا. تمام، في نقطه تانية حابه اتكلم عليها، وهي نقطه الريفلكتنج يعني، او ان الانسان يرفلكت على الحاجات اللي عدى بيها. وبصراحة دي أكتر حاجة أنا بحبها يعني، بحس إن هو بجيب حياتي كده بشوف إيه هي الدروس المستفادة. وأحلى حاجة في الموضوع ده إن أنت في وقتها مش بتكون عارف هل الحاجة دي حلوة ولا وحشة وكده، ولكن لما بترجع بالوقت لورا وتراجع نفسك وتعمل ريفلكتنج أو ريفلكشن يعني على الحياة دي، بتلاقي إن فعلا لأ، أنا في الوقت ده أنا كنت متضايقة جدا، أو في الوقت ده أنا فعلا حسيت إن أنا خسرت حاجات كتير جدا، بس لأ دلوقتي أنا كسبت. وبرضه الموضوع اللي أنا مثلا ما كملتش فيه ضايقني وكذا، ولكني اتعلمت من الموضوع ده كذا وهكذا يعني. موضوع الريفليكشن ده أو بيبقى بيفرق فعلا فعلا بشكل كبير جدا، وده ممكن نعمله عن طريق حاجات كتيرة يعني. ممكن إن احنا نفكر فيه، نكتب مثلا، يعني هو غالبا بيكون في صورة إن الشخص يفكر فيها يعني، او مثلا ان هو فعلا بيحاول يشوف ايه هي الدروس المستفاده، او مثلا بيجي موقف في المستقبل يعني في المستقبل بعد كده، فبتلاقي فعلا ان هو يا انا عملت القرار ده بسبب الموقف اللي حصل لي من قبل كده. فده يعتبر من افضل الطرق بصراحه ان الانسان يتعلم في حياته، ان هو ما يخليش حاجه توقفه يعني. بالاضافه انها طريقه كويسه جدا انك توضح امتنانك، او يعني تحس بالامتنان لنفسك وللظروف ولكل حاجه وكده، وتحمد ربنا على الدروس وعلى الناس وعلى الحاجات اللي انت عدت بيها. ففعلا موضوع ان الشخص يعمل ريفليكشن، وانه يرجع تاني وانه يفكر، وانه يعمل زي ما قلت في الاول اوفر ثينكينج كده، يفكر في الموضوع، بتكون حاجه كويسه، وبتكون برضو يعتبر دفع للاستمرار، لانك انت بتثبت لنفسك ان هو عديت بالمواقف دي كلها وتعلمت قد ايه من ده كله. فانا لا يعني بتبني تراست مع نفسك، وبتحسس نفسك كده يعني نوع من انواع اللي هو السبورت، اللي هو لا ما دام انا في الماضي عديت بده، فان شاء الله في المستقبل هقدر اعدي بالاصعب منه. تمام، افتكرت حاجه كده بيرسونال يعني، في حاجه بعملها برضو علشان الموضوع لو داخله على موضوع صعب وعايزه ان انا اهونه على نفسي، بس انا بقول ايه يا ده موضوع بسيط جدا جدا، على الرغم ان انا فعلا بشوف ناس برضو لما اختلطت بناس كتيره وكده وفي الكليه وكده، بلاقي ان في ناس بتقول لا ده مثلا الماده الجايه دي صعبه جدا وما اعرفش ايه، بس انا يعني بحاول ان انا اوفركم المنتال لود والسايكولوجيكال لود ده كله، بان انا اقول لا 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 ده الموضوع سهل، فده بيبسط الموضوع شويه، لان انا فعلا الحاجات اللي كنت بقول عليها صعبة كانت somehow يعني مش بقدر فيها كويس، بينما الحاجات اللي انا من قبلها محددة انها تكون سهلة and I have decided انها تكون سهلة، او حس ان انا قدها وكده، فده بتعدي بسهولة يعني سبحان الله. فده بسبب المايندسيت تقريبا، او بسبب مش عارفة الانرجي مثلا مش عارفة، ولكن اللي انا عارفة ان انت كده بتقلل، اللي هو الشخص كده بيقلل المنتال لود والبريشر
وكل حاجة وحشة، اللي هو يعني النيجاتيف انرجي يعني بمعنى أصح. بس في حاجة تانية بقى أخيرة، وهي كانت الجراتيتيود، أو اللي هو إنك تظهر الامتنان وإن أنت تكون يعني grateful في حياتك. طب ده بيكون ازاي؟ اول حاجه كلمه مشهوره جدا اللي هو يعني count your blessings، شوف ايه الحاجات اللي عندك ويعني واشكر ربنا عليها، اعرف ايه الحاجات اللي هو اشكر نفسك عليها، اللي مثلا انجزت حاجه جديده، اتعلمت حاجه جديده، acknowledge، يعني ما حدش يستهون بالحاجات اللي عملها، ولكن في نفس الوقت ما تبقاش a show off اللي هو يعني متفاخر او حاجه كده، لا بس acknowledge في نفسك اللي هو فعلا لا انا عملت كذا واستحقيت كذا، وخلي فيه كده الوينرز مايند سيت اللي هو احساس ان انت فائز، ان انت يعني المايند سيت بتاعتك ان انت شخص فائز وان انت تستحق النجاح وهكذا. ده فعلا 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 السيلف توك سواء نيجاتيف او بوزيتيف فعلا هو اللي بيفرق. وبرده الرياكشن بتاعك للموقف، المواقف المختلفه، هو ده فعلا اللي بيفرق، لان انت الشخص الوحيد اللي سمع الكلام ده وانت الشخص الوحيد اللي حاسس بالكلام ده، فهو ده اللي بيفرق فيك وبيأثر فيك. يعني نقول على يعني مثلا كده فرضا مثلا ان مثلا عملت انجاز ولكن الناس مش مقدرينه، فانت مثلا او الناس استهانت بيه او الناس اتريقت بيه، بس انت حاسس كويس من جواك. فلو انت تأثرت برأي الناس، هم 5 دقايق وهينسوا اصلا رأيهم فيك، ماشي؟ لو انت تأثرت برأي الناس كده هتبدأ النيجاتيف سيلف توك، يعني هتبدأ مونولوج في دماغك نيجاتيف. ده اول حاجة. تاني حاجة، هتحس بعدم التقدير. طيب مين بقى اللي هيحس بالكلام ده؟ انت بس، مفيش حد تاني هيحس بنفس الموضوع ده غيرك انت، فانت اللي هتتعذب. طب ماشي، الاداء مين اللي هيتأثر؟ هل اداء الناس اللي بتريقوا عليك او اللي ما didn't show support، يعني هم دول اللي ادائهم هيتأثر؟ لا، ادائك انت اللي هيتأثر. فاصلا مفيش حد بيحس بالبريشر ده كله، مفيش حد بيحس بالضغط ده كله غيرك انت. فعلا فعلا اهم مهارة هو يعني اتمنى انها تكون عندي بشكل دائم، يعني اللي هي ان الشخص فعلا يقدر يكنترول الثوتس بتاعته ويقدر يكنترول المايند سيت بتاعته. وده بيكون ما بيجيش غير عن طريق ان انت مقتنع فعلا باللي انت بتعمله، لان لو عندك نسبة شك او نسبة اللي هو عدم ثقة او عدم تراست، ما فيش تراست بينك وبين الحاجة او تراست بينك وبين نفسك الحاجة اللي انت بتعملها، يعني فبتحس ان الموضوع الشخص مهزوز. فاي حد من بره هيقدر برضو ان يعني ان هو يهز ثقتك في نفسك او يهز البيس اللي جواك، لان هو ده الحاجه اللي احنا بنحاول نوصل لها، الفولفيلمنت او البيس او السلام الداخلي او السعاده يعني بمعنى اصح. ف فعلا اهم حاجه دي فعلا، والحاجات اللي زي كده مش بتيجي من يوم وليله ومش بتيجي من شهر ومش بتيجي من سنه، هي بتيجي بالمواقف، ومع كل موقف بتدرب نفسك وبتقول لنفسك اهو انا المره دي عملت كذا، بتاكنولج ده جوه نفسك. وده برضو زي ما قلت لكم بيكون عن طريق اللي هو الامتنان، او الامتنان لذاتك او الامتنان يعني للعالم، تمام؟ وده تاكنولج الوينز، حتى الوينز الصغيره. كان في مره قبل كده، مش عايز اطول يعني، بس كان في مره قبل كده شفت فيديو تقريبا او بودكاست مش فاكره، فبيقول ان هو ازاي تحسس نفسك ان في يعني ثقه او reliability بينك وبين نفسك او trust بينك وبين نفسك، بان انت تقول لنفسك قبلها بيوم. دي بجد بدايه حاجه حلوه جدا، ان انت تقول لنفسك قبلها بيوم انا مثلا بكره الصبح هسقي الشجره، اي حاجه، بكره الصبح مثلا هرتب الاوضه، ماشي؟ وتاني يوم الصبح تقوم تعملها، فتقول لنفسك جوه نفسك اوكي يا نفسي انا عملت الحاجه ديت، فكده كان نفسك بتسقف لك يعني، تدي نفسك acknowledgement. طيب تاني يوم هتعمل الحاجه دي وهتعمل حاجه تانية بسيطه معاها، فتحس اللي هو في trust مع نفسك. وده يعني بيتطبق بقى سواء على الحاجات البسيطه اللي زي كده او على الحاجات الكبيره، اللي هو لا انا المره دي مثلا كان مثلا امتحان كبير جدا وانا كنت واعده نفسي ان انا هعمل قصارى جهدي، فلا فعلا شكرا يا نفسي ان انت عملتي قصارى جهدك، وبتاكنولج ده جواك. هو اول حاجه ديت ممكن تبان انها اوتستك مثلا او حاجه يعني مش عمليه قوي، ولكن لا فعلا فعلا انت زي ما بتقول، يعني الشخص زي ما بيقول لنفسه النيجاتيف سيلف توك، ففعلا فعلا البوزيتيف سيلف توك بيأثر فعلا، تمام؟ وفعلا فعلا بيبني البيس. بالاضافه لايه تاني، الحاجه اللي لسه قايلها من شويه اللي هو البيراميد ده اوف نيدز، زي ما انا قلت اللي هو كل ما الشخص بيبقى عالي في النيدز وكل ما النيدز بتاعته بتتحقق يعني، وبتحقق السلف استابليشمنت او السلف فولفيلمنت او السلف استيم نيدز، كل ما بتحس ان هو فعلا لا انت بتبني تراست مع نفسك ان هو يعني انت مش هتقدر تتهز من حاجه تانية او من حد تاني، تمام؟ كان في حاجه تانية برضو قريتها اللي هو ازاي تشو جراتيتيود للعالم بقى، ان هو ان انت تشارك في المجتمع اللي حواليك، سواء بقى البيت، سواء اصحابك، سواء الناس اللي انت هتعرفهم، ان انت تشارك في المجتمع اللي انت فيه بطريقه ايجابيه. ازاي؟ يعني مثلا حد فعلا انت حاجه عارف عنها كتير، فحد سال عنها، لا فانت لما بتساعده ده فعلا انت بتشو جراتيتيود. ده اول حاجه. تاني حاجه، بتشو تراست لنفسك، بتقوي ثقتك في نفسك، بتقوي الكونكشن بتاعتك مع الناس
اللي بتساعدهم، الناس اللي بتساعدهم هم نفسهم هيحسوا بسعادة، وانت كمان هتحس بسعادة. فالحاجات اللي زي كده، ان انت تبارتيسبيت يعني، او تشارك في المجتمع اللي حواليك، او تكون فعلا شخص انك تساعد اللي حواليك او الناس اللي تعرفهم بالحاجة اللي انت تقدر عليها، ده فعلا ليه تأثير كبير جدا. بالاضافه طبعا اللي فيه شويه حاجات كده، ان انت تشوف يورسيلف كتير بس مش عمليه قوي، اللي هو مثلا زي انك تكتب في جورنال، او تكتب تعمل جورنالينج نقط في اهم الحاجات، او ان انت تكتب حاجات جولز كانت عندك وفي الاخر تعمل عن جنبها صح لما تحصل، فهتحس برضو بالانجاز وهكذا، والامتنان برضو وكده. ولكنها اعتقد حاجه مش عمليه، ممكن لو حد هيعملها، انا يعني شخصيا لما بعمل حاجه زي كده بعملها مره انا مرتين بعد شخصيا كده انا يعني بعمل كده، بزهق بعملها يعني. مره او مرتين فبس ومش بكمل تاني. بالاضافه للي انا لسه قايله بس عليه، اللي هو ان الشخص يعمل حاجه يقعد فعلا يحشم من بيها اهم وينفذها، الحاجات دي بتفرق ان احنا فعلا بطريقه كبيره نكون جدا، بنكونتريبيوت بطريقه ايجابيه لانها في بالظبط بتعمل المجتمع عكس اللي حوالينا، في النيجاتيف الناس اللي شيفت. حوالينا، نسيب يعني اثر في الناس اللي النيجاتيف شيفت كنت حوالينا. عملت حاجه عشان بجد انت دي الحاجه الوحيده اللي ليها هت معنى، اوفر ودي ثينك الحاجه حاليا. الوحيده اللي فعلا بينما بتحسس في الانسان البوزيتيف بالقيمه توك او اللي انا بقول الذاتيه، عليه دوت، اللي هو الريانفورسمنت وبتكون ديت، دافع ليه ان هو في يكمل الريانفورسمنت ديت ويعمل حاجات بتحس احسن ان انت بكتير، وان هو فعلا يشتغل اكتر بتاكنولدج ان على انت تطوير عملت ذاته، حاجه كويسه، وده وعلى فكره ان هو يكون يعني له بيرفع اثر من الحياه ايجابي معنويه بمعنى على اصح، نفسه ومن البرفورمانس بتاعتك وكده يعني. المنتال هيلث بتاعتك بس وهكذا يعني. فده كان عموما بس كل الافكار اللي كانت في بالي في قلت الفتره اجرب اللي حاجه فاتت، جديده يعني فحبيت في ان انا البودكاست اعملها لك دوت. كومنتيشن وثانك يو فور عن طريق listening and بودكاست. thank you for your وبرضه time، بالاضافه ان وشكرا انا لو حد كنت كمل حابه لحد اجرب حاجه جديده، الوقت فثانك دوت. يو لو انت لسه بتسمع لحد دلوقتي وكل سنه وانتم في طيبين، عشان البودكاست انا ديت. بسجل ثانك يو البتاع فور يور دوت في تايم. رمضان وبس وبس ثانك كده، يو وان فور شاء الله listening. هيكون في واحد وان تاني، شاء الله حاول اشتغل هيكون على في واحد حلقة تاني، تانية قريب ان شاء الله. وبعد ما اشتغل عليه ثانك حاول يو، انزله في اقرب وقت، وان شاء الله يكون مواضيع متنوعة وكده. و thank you so much for listening، وبجد I hope you like it and that's it. Okay, bye.